الأمم ما قدرت تعمل شيء، يعني اللي عملته لقينا للصبح، استنى إنه البكين ما بيفتحوا، ما يفتحوا بعد 8، بعد 8 لقيت لهم قال رح نحول مشكلتك على الفريق المختص، حكون الفريق بعد بشي ساعة من ساعتين، قال ايه رح نشوف هي شو بصير معنا ونتحرك، وما ما طلع معهم شي. يعني جد كل ما احكي معهم يقولوا لي انه نحن ما فينا نعمل شي. الله يعطيك العافية. أهلا يا أستاذ بدعم الملف 2 4. شو اسم حضرتك؟ محمد. محمد شو؟ تفضل يا أستاذ، شو تفضل. هلا أنا امبارح قدمت شكاوى كثير وحكيت كثير وما استفدت شيء. شو سبب اللي صار امبارح؟ الترحيب رحلوا لي، سلموا لنظام السوق. نعم. أنا قدمت شكاوى كثير وما استفدت شيء، وهلا هو استلموا امبارح. تواصلت معنا يا أستاذ، بعد اتصلت معكم وما عملتوا شيء وتكلم. هلا هو اعتقلوه، ما بعرف شو بده يصير فيه، ما بعرف، بس سلموه للنظام. سلم يا أستاذ من امبارح لليوم بعد مضى بس 24 ساعة يا أستاذ، ما بدك تنتظر لحتى المفوضية تعمل شيء؟ عندك أي استفسار آخر؟ أنا متشكر. اتصل على المفوضية وأوكي وبنتحرك وما حدا بيتحرك. أنا بتشكر تواصلك معنا يا أستاذ. بس ماشي، يعطيك العافية. بس أنا رح أقدم شكوى إنه الأمم المتحدة ما حمتني. أستاذ بعد ما صار عليك شيء لتحميك.